اقتصاديا، انت اليوم لما يكون في عندك اضطرابات حواليك، الاستدامة في الاستقرار بتكون هي اكبر عامل بتأثر. ياريت نقدر نعرف، وياريت الناس تقدر تعرف قديش نحن كبلد، صحيح البلد غالية وصحيح عندنا مشاكلنا أجين، ولكن نحن بلد مستقر، نحن بلد حضاري، نحن بلد متطور، نحن بلد منفتح، نحن بلد ننعم فيه بخيرات وميزات ما حدا شايفها. للأسف أنه عم نرخي دينينا لناس عم بيخربوا علينا أكثر من هو عم بيفيدونا. وأجين ما بدي أحكي سياسة، ولكن وأجين مش قصة أنه أنا عم بنافق، أنا موالي لسيدنا وللعرش وللحكومة كلنا، ولكن مش هذا الموضوع اللي عم بحكي فيه. الموضوع اللي عم بحكي فيه، احمل حالك كأي شخص واطلع روح على أي بلد بالعالم. صحيح أنه كتير بلدان بالعالم سابقيننا كتير، بس بلشت من الشعب قبل ما تبلش من الحكومة، بلشت من الناس، تغيرت الناس قبل ما تغير الحكومة. مش عم بقول انه احنا ما عندناش مشاكل اقتصادية، مش عم بقول انه ما عندناش غلا، ولكن برضو بالمقابل عندنا امان، وهي اهم نعمة بتخيل المفروض نطلع عليها. عندنا انفتاح، تعالوا نشتغل نحط ايدنا مع بعض ونغير، طالما بدنا نغير تعالوا نحط ايدنا مع بعض ونغير، مش نحاول نخرب على الاقتصاديين اللي عم بيشتغلوا يحسنوا هالاقتصاد، ساعدوهم عشان يحسنوا هالاقتصاد بدل ما تيجي تخربنا عليهم. صدقني بحزن لما اشوف اربع اشخاص واقفين على باب رئاسة الوزراء رافعين ساين بورد عم بيقولوا فيها ابصر ايش، ماشي على عيني وراسي، بدك تتظاهر اعرف ليش بدك تتظاهر، بدل ما تتظاهر تعالوا انتوا كاربع اشخاص نحط ايدنا بايد بعض ونسوي شيء لمصلحه البلد، نشتغل نشتغل نبني نعمر نحسن، ما نروح على البنوك نتداين عشان نسوق اسكاليد. يعني مفارقات للاسف انه الاشخاص مش كتير بتفهمها بتاثر على اقتصاديات البلد. يعني باخذ مثال السعوديه لما صارت المظاهرات، الجي دي بي تبع السعوديه نزل من ابصر قديش لابصر قديش بخلال ساعات. طب يعني بلد كالسعوديه، بلد حجم اقتصاده تريليون ريال سعودي، الميزانيه تبعت 2012 تريليون 280 مليار دولار، انت لما تطلع ثلاث اربع اشخاص 10 اشخاص يحكوا لي ب مش بلاقي التمر غالي ولا وات ايفر ذا ريزن از، طب يا عالم طلعوا الصوره الاكبر، طلعوا على الصورة الأكبر، شوف شو صار بمصر. يعني مصر إلنا اليوم سنتين سنة ونص تقريبا اقتصاد واقف. طب أنت ماشي غيرت على عيني وراسي كل حكي سياسي ماشي خليه على جنب، ولكن أنت اليوم عشان تيجي تغير خليت البلد اقتصاديا تتأثر، هل أنت كبلد تتحمل هذا التأثر سنتين؟ هذا السؤال اللي المفروض الشعب المصري يجاوبه. نفس الشيء صار بليبيا، نفس الشيء. أنا أجين سياسي إنسان، مش عم بحكي سياسي، أنا عم بحكي اليوم من منطلق بالضبط، من منطلق انه كيف السياسة عم بتأثر على الاقتصاد، كيف بتأثر علينا كمستثمرين. انا اليوم لما يكون حاطط ببلد اكم من مليون دولار وعم بشغلهم، تأخذنيش عم بشغلهم عشان اجيب مصاري، عم بشغلهم عشان اربح. يعني كل شركة بالدنيا بتفتح عشان تربح، فيعني صعب جدا انه انا كمستثمر اني اشوف هذه الاول شو اول شهر البلد ما جبتليش مصاري، ثاني شهر البلد ما جبتليش مصاري، ثالث شهر بتحمل، رابع شهر بقول لهم سلام عليكم في بلد ثاني بتجيب المصاري. وهذا صار معنا بمصر. يعني احنا فعليا يوم ما صارت الثوره، قبل الثوره تقريبا بشهرين، نحن عم بنعاني من انه الشركات كلها موقفه الضخ بالدعايه والاعلام التسويق. ف شهر تحملت، الشهر الثاني تحملت، الشهر الثالث تحمل، الشهر الرابع تحمل، بعدين لا والله عم يسكروا المكاتب وخلينا نشوف شو بده يصير بالبلد بعدين نعود نرجع نحكي فيها. ففعليا وزي كثير، يعني اذا بدك انا شركه صغيره مقارنه بالشركات الكبيره بمصر، بس اذا بدك فايزر مثلا واحده من الشركات الكبيره، اذا بدك جوجل واحده من الشركات الكبيره، اذا بدك كل هدول الناس سحبوا كتير موظفين بالفتره الاخيره من بلد معين وودوا على بلد اخر نتيجه عدم الاستقرار السياسي. فنعم السياسه بتاثر على الاقتصاد استاذ، خليتنا نحكي سياسه واحنا مش نحكي سياسه.